بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر اليوم عصيبا جدا على الحقل المغناطيسي الأرضي المتهالك أصلا، فمنذ ساعات الصباح الأولى وهو يسجل تشوهات شديدة، لكن حين وصل بنا التوقيت إلى 2:30 زوالا سجلنا انتباجات حقلية أو أشباه انهيار حقلي، حيث كاد القوس الصاد أن يتلاشى، وبدأت الخطوط أيضا في التبعتر والتقطع، لكن اشتداد الانصباب كان عند هذه الساعة، أي ما بين 2:00 زوالا إلى 3:00 زوالا، وصولا إلى 5:00 بعد الزوال، حيث سجلت دوامات حمراء قوية جدا، دليل على قوة مغناطيسية داخلة تلتف من خلف الأرض وتخلق تلك الدوامات وتبعثر الخطوط بقوة نتيجة التفافها. وكما نقول دائما، هناك دوام للتشوهات الحقلية وضعف وانضغاط غير مسبوق في مثل هذا الوقت من العام، وسنرى حين نمر للشرح على الصور التكهرب أيضا الحاصل على أقطاب الأرض، حيث تم تسجيل تكهرب عالي أيضا قد يعطي ارتفاعا في رنين شومان غدا. لنمر للشرح ونبدأ بهذه الصورة. وكما تشاهدون فالتوقيت هو 9:50، تشوهات تكسرات شديدة جدا خصوصا في الجانب الأسفل، حيث تلاحظون لا وجود للخطوط هنا، بينما هنا توجد بعض الخطوط إلا أن لونها أبيض، يعني أنه يكاد يندثر. تبقى هذه التشوهات، لكن أين هي خطوط الحقل الأرضي؟ فيجب علينا أن نقارن هذه الصورة بصورة الحالة الطبيعية للحقل المغناطيسي. قلنا أن هذه 9:00 من يوم 18/12، هنا 11:00، وكما ترون التشوهات الخطوط، خطوط الحقل الأرضي تكاد تتبعتر وتتلاشى. استمرت القوة في ازدياد كما تلاحظون 2:00 زوالا، بدأنا نرى هذا هو شبه انهيار تقريبا، تقطع شديد في الخطوط، وسوف نرى صورة كاد الحقل الصاد يتلاشى فيها. عندنا هذه الصورة أيضا 2:37 كما تلاحظون تكسر في خطوط الحقل المغناطيسي، هنا أيضا تكسر في خطوط الحقل، تقطع شديد. هذه هي الصورة التي قلت. هنا كما تشاهدون، شاهدوا معي القوس الصاد كاد يتلاشى تماما، ونلاحظ القوة باللون الأصفر تصل إلى الأرض داخل الغلاف الجوي للأرض، والخطوط متكسرة متبعترة، هذا شبه انهيار حقلي. هنا أيضا على الساعة 3:00 شبه انهيار حقلي، تكسر القوس الصاد تلاشى تقريبا، نقول أنه تلاشى. لا زال عند 3:00 أيضا هناك تلاشي للقوس الصاد، تلاشي بالفعل. وصلنا إلى 3:30 ونلاحظ كيف تتبعتر الخطوط. هنا عند 5:00 بدأت الدوامات الحمراء، وكما تعلمون اللون الأحمر يعبر عن قوة وشحن شديد. ازداد اللون الأحمر والدوامات الحمراء والتخبط في خطوط الحقل الأرضي عند 5:09. هنا عندنا هذا المقطع للساعة 2:00 إلى 3:00، وكما تشاهدون هنا وقع اندثار للقوس الصاد للحظات لدقائق، وتكسر دائم في خطوط الحقل الأرضي كما تشاهدون.
هنا نلاحظ تعرض القوس الصاد عند التاسعة إلى العاشرة لهذه الضغوطات وهذه التكسرات. لاحظوا معي القوس الصاد فمكانه الطبيعي هنا تم دفعه ووصل لهذه المنطقة وبدأ في التكسر من الجانبين، لأن القوة كما قلت دائما فيها قوة التفافية تضرب الأرض من الجانبين. الآن الرياح الشمسية، للتأكيد فقط أن الرياح الشمسية متوسطة 600 عند 600 كيلومتر ثانية، وكما تلاحظون فالرياح الشمسية ليست عواصف شمسية، فيما لا يزال احترار البحر الأبيض المتوسط كما تلاحظون، فاللون الأحمر هو احترار السيرفاس أو سطح البحر الأبيض المتوسط به شدود في حرارته. التاريخ 17 شهر 12 2023، وحرارة حرارة المياه في اللون الأحمر، فهناك احترار شديد، وهذا ما تحدثت عنه في فيديو سابق بأن الصهارة بدأت في الصعود لسطح الأرض، بدأت تقترب من الوصول لسطح الأرض، لذلك فحرارة مياه البحار بدأت في الارتفاع، وبدأنا نرى في بعض الأنهار نفوق للعديد من الأسماك وفي بعض الشواطئ، فالصهارة بها غازات قاتلة سامة، لذلك فهي التي تتسبب فيما نراه من نفوق للأسماك والحيتان. هنا عندنا التكهرب على الأقطاب، أقطاب الأرض، ودائما المفتاح البياني للألوان كما تشاهدون اللون الأحمر عندنا القطب الشمالي عندنا هنا، وكما ترون والأرض ككل المنطقة القطبية الشمالية تلاحظون تكهربا شديدا أحمر، وكذلك في الجنوب نلاحظ هنا في هذه المنطقة، إلا أن اللون الأصفر كذلك والأخضر ليس طبيعيا، فالحالة الطبيعية هي اللون الأزرق الغامق، اللون الأزرق الغامق مثل الذي يظهر ها هنا عندنا هو مثل هذا اللون، اللون الأزرق الغامق هو اللون أو الحالة الطبيعية لهذه الخرائط، لكن نرى بها لونا أحمر يعني أنه يمكن أن يعطينا ارتفاعا، أن نسجل ارتفاعا في رنين شومان، لأن رنين شومان هو التكهرب الحاصل ما بين طبقة الأيونوسفير وسطح الأرض، وعندنا هذه الرسوم تدلنا على التكهرب في الأقطاب. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.